اللحوم البيضاء بمختلف منتجاتها هي الأكثر استهلاكا بين المغاربة، غير أن العديد من الشكوك تحوم حولها، هل تحمل فوائد أم تشكل خطرا على صحة الإنسان بسبب المواد التي تستعمل لتربية الدواجن من قبيل الأعلاف وعدد من هرمونات النمو. مرغم اخوك لا بطل، لان باش يمشي يتقضى الدجاج الرومي، واخا علما على انه كيعرف عنده اضرار جانبيه. هادشي اللحم كتلقاه غالي، الدجاج البلدي غالي. الدجاج الرومي هو صراحه هو دجاج مزيان، واخا كيكبر في 8 ايام واخا كياكلوه السيكاليم وكذا وكينفخوا فيه بالليبر مزيان. شاكين بان هاد لي زغمون دو كرواسونس ممكن يكون عندهم علاقه ب هاد السرطانات وهاد النمو ديال السرطانات ديال خصوصا سرطان ديال السن. وفي ظل عدم توفر أي دراسات تثبت مضار اللحوم البيضاء على رأس القائمة الدواجن، يدعو المتخصصون في التغذية إلى تناول هذا النوع بدلا من اللحوم الحمراء لتوفر الأخيرة على كميات كبيرة من الكوليسترول. المغاربه كيكونسوميو بزاف، والحمد لله عمرنا ما شفنا شي عوارض اللي كتجعل ان الانسان كيمرض او كيكون عنده شي حاجه اللي كان شي حاجه. وعلى كل حال هاد المزارعات ديال الدجاج وديال البيبي عندهم واحد لا ريغلومونطاسيون اللي كتجعل انهم ما يمكنش واحد الانسان ياخذ مزرعه ويربي فيها هاد الدواجن هادو بلا ما تكون مراقبه. بين الفوائد والمضار تبقى طريقة الاستهلاك والتناول هي الفاصلة الأساسية التي تحدد مدى التأثير إيجابيا أو سلبيا على صحة المستهلك.